حاضر، نمرة واحد علشان أخلص وهسمع حضرتك. إحنا أصبحنا هيئة مستقلة زي هيئة البريد، زي هيئة السكة الحديد. بمعنى في القديم كان إذا لمبة احتاجت إلى تغيير لابد أن أذهب إلى الديوان العام لوزارة العدل علشان أطلب منهم اللمبة، الورق، الكتابة، الكذا. الآن لا، أصبح لي ميزانية، أصبحت أنا المهيمن على الإدارة، المهيمن على سير العمل إلى آخره، فأصبحت زي هيئة البريد، أصبحت زي هيئة السكة الحديد، أصبحت زي الهيئات المستقلة. مستقلة بماذا؟ المستقلة بميزانيتها، المستقلة بإدارتها، المستقلة برسم خططها، المستقلة بكل شيء. أنا أتذكر عندما توليت الإفتاء في سنة 3 وجاءت تقارير الموظفين، فوقعت مكان رئيس المصلحة، فوجدت إن توقيعي اتشطب عليه ومساعد وزير العدل وقع مكاني، فزعلت وقلت الله، يعني أنا مش رئيس المصلحة؟ معلش، أنت مش رئيس المصلحة، أنت واخد بال حضرتك؟ أدي معنى الاستقلال. لا، أنا دلوقتي رئيس المصلحة وبيتوقع على هذا في رئيس المصلحة، ده معنى الاستقلال. بتقولي طب تبع مين؟ من الناحية السياسية زي هيئة البريد وهيئة السكة الحديد، دي تبع المواصلات ودي تبع الاتصالات ودي تبع النقل وده كذا إلى آخره، إحنا تبع وزارة العدل لغرض، وهو أنني موضوع في القانون المصري للمراقبة على الهيئة القضائية وإبداء الاستشارة لها بموجب القانون. خلي بالك من الكلمة دي، بمعنى في قضايا الإعدام، بمعنى أن القاضي لو تعجل فحكم خالف صريح القانون إذا لم يرجع إلى المفتي، يعني هو تعجل وقال خلاص إعدام، حكم بالإعدام، لكن هو بيقول إيه في الجلسة الأولى؟ تحول الأوراق إلى فضيلة المفتي. ده ضمانة من ضمانات مراجعة قضايا الإعدام، لأنها تتعلق بحياة الإنسان، لأننا نريد تقليل الإعدام بقدر الإمكان، فجعلوا هناك خطوة اسمها المفتي، وجعلوا هناك النقض يتم آليا، وجعلوا هناك رئيس الجمهورية يوقع على كذا، وإذا لم تكن هناك هذه الخطوات كان باطلا. إذن فأنا تابع العدل من أجل أن أكون لي شرعية قانونية ومساءلة سياسية في مجلس الشعب عندما يريدون أن يسألوا المفتي، فيبقى عن طريق مخاطبة وزير العدل. إذن هناك فرق ما بين الاستقلال المالي والإداري والهيكلي والخطة وكذا إلى آخره، وما وهو قد تم في سنة 7، وما بين الربط السياسي القانوني وهو مع وزارة العدل إلى الآن. أنا سعيد جدا طبعا بكلام حضرتك عن العمل المؤسسي،